وقصة أخرى من قصص القرآن الكريم، وهي قصة أيضا لنبي الله سليمان عليه السلام، عندما قال عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قصة عجيبة، سليمان عليه السلام في وادي النمل. تبدأ الآيات بذكر نعمة الله تعالى بالعلم وفضله العظيم على سليمان وداود: ولقد آتينا داود وسليمان علما. شرف العلم وعظم منزلته وفضل أهله ودرجة حملته، وأن نعمة الله بالعلم على الإنسان من أعظم النعم وأجزل القسم، وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا كبيرا. قال عز وجل: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن العلم والنبوة. وورث سليمان داود. الإحساس بفضل الله شيء عظيم، حمد الله على النعمة شيء عظيم، الشعور بأن الله سبحانه وتعالى من وتفضل إنه من صفات المؤمن، والتواضع الذي فضلنا على كثير ولم يقولا الذي فضلنا على جميع، على كثير من عباده المؤمنين. وهنالك أنبياء أفضل من سليمان وداود عليهما السلام. وورث سليمان داود بعد وفاته واستلم الأمر من بعده، وكانت وراثة نبوة وعلم ورسالة وخلافة وقيادة، وليست وراثة ملك ومال، ليست وراثة مال، فإن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، يعني نصيبهن من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة؟ رواه البخاري ومسلم. فأعلن سليمان عليه السلام أن الله خصه بتفهيمه منطق الطير، وآتاه الله في حكمه من كل شيء، وهذه الوراثة في العلم والنبوة معها نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل علم سليمان لغات الحيوانات والطيور والجن يفهم كلامهم ويخاطبهم. كان سليمان أعظم ملكا من داود عليهما السلام وأقضى منه، وكان داود أشد تعبدا من سليمان عليهما السلام، ولم يبلغ أحد من الأنبياء ما بلغ سليمان في ملكه، فإن الله سخر له الإنس والجن والطير والوحش، وأتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين،
وورث أباه في الملك والنبوة وقام بعده بالشريعة، وكل نبي جاء بعد موسى ممن بعث أو لم يبعث فإنما كان بشريعة موسى إلى أن بعث المسيح عليه السلام فنسخها. وجيش سليمان عليه السلام في هذه الآيات شيء عظيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لقد عرضت هذه الآية مشهدا عسكريا مهيبا، يسير سليمان عليه السلام القائد مع جيشه العسكري الكثيف مكونا من عدة فرق متناسقة. أخبر الله تعالى عن ثلاث من هذه الفرق: فرقة الإنس وفرقة الجن وفرقة الطير. الطير تظلل عليهم فتكون مثل السحابة التي تمنع وهج الحر من الشمس. وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وركب في تلك الأبهة ليس رياء وفخرا وتعاليا على الخلق، وإنما جهادا في سبيل الله ودعوة إلى الله وإخضاعا للجبابرة ونشرا للإسلام. وهكذا أقام التوحيد في العالم، وبلغ ملك سليمان أقطاص الأرض وأطراف الأرض، ولم يملك أحد مثله إطلاقا لا قبله ولا بعده. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فلو قال واحد الآن: هل ملك أمريكا أو غيرها من الدول والهيمنة والسيطرة أو بريطانيا أو البرتغال أو إسبانيا التي كانت تملك من قبل، أو حتى الخلفاء العثمانيين والعباسيين، هل في أحد منهم بلغ ملكه أكثر من سليمان عليه السلام؟ الجواب: لا يمكن، محال، ما أحد بلغ مثل ملك سليمان إطلاقا. وحتى هؤلاء الذين عندهم اليوم قنابل وصواريخ وأسلحة وحاملات طائرات إلى آخره وجيوش وفرق مدرعة، ما عندهم جن، ما عندهم جن، ما عندهم طير تظلل عليهم، ما عندهم هداهد تأتيهم بأخبار المياه في باطن الأرض، ما عندهم مثل ما كان عند سليمان عليه السلام من القوة. حتى الريح، الريح تحمل له جنوده وسلاحه، تنقلهم من مكان إلى مكان، أعظم من الطائرة. الطائرة كم تحمل؟ الريح تحمل سليمان وجنوده ولو كانوا ملايين. فلذلك جنوده من الجن والإنس والطير، كم طائر؟ والطير. فهم يوزعون، يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد على أحد في المنزلة والمرتبة، ولا يتقدمون في المسير على القادة. يوزعون، يكفون، يمنعون، يحبسون، يرتبون، لا أحد يتقدم على أحد، يصفون صفوفا للحرب. وهذا من أحسن التنظيم. جيش كبير، أعداده كثيرة، أجناسه شتى، ليس إنس فقط هناك جن، وليس من الثقلين فقط هناك طير. وهكذا التفاوت في أنواع القوة وأنواع الجنود يحتاج إلى ضبط عند المسير، ويحتاج إلى تنظيم وترتيب وتنسيق. ولم يكن جيش سليمان عليه السلام فيه مكان للفوضى إطلاقا، وكان تفقد وتفقد الطيرة وقال: ما لي لا أرى الهدهد. والقائد يكتشف غياب الجندي ويسأله ويحاسبه إذا رجع أين كان. لم يكونوا أي جنود سليمان نسيا منسيا ولا مهملين، بل كان عسكرا مرتبا منظما منسقا. فهم يوزعون، يكفون، يمنعون عن التقدم أو التأخر أو الاضطراب أو الخلخلة، ويمنعون من الفوضى. وهذا هو من أساسيات الحياة العسكرية وتحرك الجيش، اتخاذ الإمام والحكام وزعة يمنعون الناس ويكفونهم من تطاول بعضهم على بعض. فالحاكم لا يمكن أن يلي ذلك بنفسه، لا بد أن يكون له من الجنود والشرط من يمنع اعتداء الناس بعضهم على بعض. وسليمان عليه السلام حشر له جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يوزعون في وزعة،
وزع ينظمونهم ويزعونهم ويمنعونهم من البغي والفوضى. قال الحسن رحمه الله: لا بد للناس من وازع، أي من سلطان يكفهم. وقال في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع الناس: والله ما يصلح هؤلاء الناس إلا وزع، لا يصلحهم إلا وزع يزعونهم. عندما تحرك هذا الجيش أين أتى؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. أين هو وادي النمل؟ في أي مكان في الجغرافيا؟ في أي موضع من الأرض؟ الله أعلم. لماذا لم يذكره لنا؟ لماذا لم يحدده لنا؟ لو كان هناك فائدة لأخبرنا به، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ما نأخذ منه العبر والعظات، ولا يضرنا عدم معرفة أين هذا الوادي وأين موقعه على الخريطة الجغرافية. ولعل الوادي كان مشهورا بكثرة النمل فيه وبيوت النمل، ولذلك سمي بوادي النمل. وهذا طبيعي في التسميات، أن الشيء إذا كثر في مكان سمي المكان باسم هذا الشيء الكثير. وادي النمل، نمل كثير. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، لما دخل جيش سليمان الكبير هذا الوادي يجتازونه إلى مكان آخر، شاهدتهم نملة من النمل وقالت بلسان المشفقة على قومها الحريصة على مصلحتهم التي تتمنى لهم الخير والسلامة من الشرور: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حكيمة في نصحها لأمتها، حكيمة في ندائها وتنبيهها، لأن الإنسان إذا أراد أن ينبه على شيء مهم استعمل أداة النداء. يا أيها النمل فنادت معاشر قومها تحببا وتقربا ليسمعوا كلامها ويستجيبوا لنصحها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا بيوتكم التي تقيمون بها في باطن الأرض لتحميكم من الأخطار. نصحتهم لماذا؟ ما هو الخطر؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده، لأنهم كثرة كبيرة جدا، ويمكن أن يدوسوكم وهم لا يشعرون. إنه اعتذار جميل من هذه النملة عن سليمان وجنوده، إنها لا تريد أن تقول إنهم يدوسون النملة تعمدا وإرادة للأذى وقتلا للصغار من الكائنات، كلا، وإنما وهم لا يشعرون. فقدمت العذر: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتأمل عقل النملة هذه كيف أدركت أن سليمان وجنود سليمان إذا حطموا شيئا فبغير قصد، لا يقصدون الشر والأذى، لم تسئ الظن ولم تتهم، بل سارعت للدفاع وهم لا يشعرون. وعندما كانت النصيحة بهذا الأدب الجم، لا بد أن تكون الاستجابة حاصلة أولا، ثانيا من مثل هذه النملة وأسلوبها وحكمتها وأدبها. يضحك سليمان عليه السلام، يتبسم من مثل هذه المقالة ومن مثل هذا المنطق السليم الجميل. فتبسم ضاحكا من قولها: لقد سمع كلامها وفهم مرادها وتأثر بنطقها وأعجبه هذا الكلام. تبسم ضاحكا من غير قهقهة، وهكذا الأدب في الضحك، أن لا يرتفع الصوت ولا تظهر لها. بعض الناس والبلعوم والحلق وأقاصي وكل شيء في الداخل مع الضحك يفغر فاه، لكن سليمان تبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا
من غير قهقهة وافترت ثناياه وشفتاه بهذه الضحكة دون صوت، وهو أخف الضحك وأحسنه إعجابا بقولها لظهور رحمتها وشفقتها على قومها من جهة، ولالتماسها العذر لسليمان وجنوده من جهة، وسرورا بما أعطاه الله من النعمة في فهم منطق النمل كما فهم منطق الطير، ولذلك شكر النعمة. أوزعني أن أشكر نعمتك. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، إنها نعمة كبيرة عندما يعطى كل هذه الإمكانات والقوى والفهم والعلم، وعلى رأس ذلك النبوة، وأن يوفق لخدمة التوحيد والدين، وأن يخرج مجاهدا في سبيل الله. ألهمني شكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليم منطق الطير والحيوان. أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس عندهم نعم، ناس عندهم أموال، ناس عندهم جاه، ناس عندهم فصاحة، ناس عندهم وجاهة، ناس عندهم أنواع من المواهب في الخط والتنظيم والإدارة، ناس عندهم عقليات كبيرة، اختراع تخترع وتبتكر وتفهم، ناس عندهم حافظات قوية. نعم، ما هو المهم إذا آتى الله إنسانا نعمة عبقرية، ذكاء، حفظا، قيادة، موهبة، شخصية، جمالا، مالا، حسبا، جاها، منصبا؟ ما هو المهم إذا أوتي النعم؟ أن يستعملها في شكر الله، يستعملها في طاعة الله ومرضاة الله. ولذلك فإن سؤال سليمان ودعاء سليمان في غاية الأهمية، إنه يقول أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ألهمني وفقني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليم منطق الطير والحيوان، وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، لأنك مننت على والدي أيضا، أنعمت علي وعلى والدي بنعمة الإسلام والدين، وأنك أدخلتنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأنك جعلتنا من المطيعين، وأنك وفقتنا لما تحب وترضى. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا هو المهم، أن أعمل صالحا، صالحا صوابا خالصا، أن أعمل صالحا صوابا وفق الشريعة وما شرعه الله، صوابا خالصا بنية صافية حسنة لله رب العالمين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ألحقني بالرفيق الأعلى من أوليائك، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإذا نظرنا في مسألة من المسائل، وهي قضية قتل النمل، لا يحتمنكم سليمان وجنوده، وماذا كانت الشريعة أو الشرائع من قبل هذه الشريعة، فإننا سنجد في صحيح مسلم رحمه الله، وكذلك البخاري شيخ مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرصت نبيا من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه
أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ فهلا نملة واحدة قرصت نبيا من الأنبياء نملة، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة؟ قال العلماء: كان في شريعة ذلك النبي جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، وإن الله لم يعتب عليه أنه قتل النمل وأنه أحرقه بالنار، لكن عتب عليه لماذا زاد على نملة، لماذا عاقب غير التي قرصته، لماذا لم يكتفي بعقوبة الذي قرصته. أما في شرعنا فإنه لا يجوز إحراق الحيوان بالنار، وأيضا حتى الجنات. ولذلك لما اختلفوا في اللوطي الذي يأتي عمل قوم لوط ماذا يفعل به، فقال بعضهم يحرق بالنار، وقال بعضهم يرمى من أعلى بناء في البلد ويتبع بالحجارة، وقال بعضهم يرجم بالحجارة، وقال بعضهم يضرب عنقه بالسيف. فمما يرد به على من قال يحرق بالنار أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، في حالة ذكرها العلماء في القصاص، قالوا إذا أحرق شخصا بالنار يحرق قصاص، من أجل القصاص يقتل بمثل مثل ما قتل. كيف قتل؟ بالإحراق، إذن يحرق. فلولي القصاص إحراق الجاني، أما غير ذلك فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وكذلك فإن قتل النمل في شريعتنا منهي عنه، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل 4 دواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، وهو نوع من الطيور أيضا. فإذا لمنفعة هذه الدواب ولئلا يتجبر عليها، وبعضها صغير هذا النمل والذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. أما إذا صار النمل مؤذيا كهذا النمل الذي يقرص ويؤذي ويفسد الأطعمة مثلا، فإنه يجوز قتله لدفع ضرره من باب دفع الصائل، أما إذا لم يكن ضارا فإنه لا يقتل. والصرد طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود كما وصفوه، والنحلة فيها المنفعة من العسل والشمع، والهدهد والصرد يجمعهما شيء وهو أن لحمهما لا يؤكل، منهي عنه. الآن جاء في الحديث الصحيح النهي عن قتل الضفدع، فإذا لا يؤخذ منه دواء ولا يؤكل لحمه. فلو قال واحد ذهبنا إلى كوريا وفي هناك مطعم مأكولات فيها أشياء غريبة عجيبة وفيها لحم ضفادع، وصفوا لنا في لحم الضفادع في تقوية الإنسان وفي، نقول لا كلا لا تأكل. لقد ورد النهي عن قتل الضفدع لا يؤخذ منه دواء ولا يؤكل لحمه، وكذلك الهدهد والصرد وأثنت النملة وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه بأنهم لا يشعرون، ونفت الجورة عن سليمان، ولعل هذا من أسباب احترام النمل أننا لا نتعمد قتله بدون حاجة، لأن تلك النملة كانت
يدافع عن نبي الله سليمان عليه السلام. وجاء في بعض الآثار أن الصرد والهدهد كان لهما فوائد في حياة سليمان عليه السلام، والحيوانات لها أفهام وعقول كما دلت عليها على ذلك هذه القصة. والنمل حيوان فطن قوي شمام جدا، يدخر ويشق الحب بقطعتين لئلا ينبت، يعني حتى طريقة تخزين النمل للغذاء فيها عجب، فحتى لا ينبت هذه الحبوب لا تنبت في داخل الجحور فإنه يشقها نصفين، ويأكل في عامه نصف ما جمعه ويستبقي سائره عدة، فعنده توفير واقتصاد وادخار، كل ذلك يفعله هذا النمل. وإننا نتعلم من الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا شك نتعلم أشياء متعددة وكثيرة. وهذه القصة قد رأينا فيها بعض الدروس من سيرة سليمان عليه السلام وجنوده. وإذا كانت نملة واحدة عندها الشفقة على قومها، فكيف لا يكون عندنا نحن شفقة على قومنا؟ وإذا رأينا خطرا داهما سواء على العقيدة أو على الأخلاق أو على العبادة، فإن علينا أن ننبه قومنا وأن نناشدهم أن يبتعدوا عن هذا الخطر. قد يكون الخطر في قنوات فضائية، في أشياء في الإنترنت، في الجوالات، في الأسواق، في السفريات، فينبغي علينا أن نحذر قومنا من الأخطار المختلفة. وإننا نأخذ درسا من هذه النملة الحريصة على مصلحة قومها. وأيضا فإننا لابد أن نحمل هم الآخرين ومصلحة الآخرين، ونعمل للحرص حرصا على ما يكون فيه الخير لهم. من هذه النملة التي تكلمت؟ إنها إحدى النمل. قالت نملة نكرة. قالت نملة لا يضرها أن هي ملكة النمل أو غير ملكة النمل، إنها نملة في هذا الوادي العريض. لم تحقر نفسها أن تبين لقومها وأن تنبههم، فقالت نملة يا أيها النمل. وكل واحد فينا مهما كان مكانته صغيرة، مهما كان ضعيفا، مهما كانت إمكاناته محدودة، له دور. هذه تؤخذ من قصة فائدة من قصة النملة. قالت نملة من عرض النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنه، حريصة تحمل هم المجموعة وهم الأمة وهم القوم، أمة النمل. ونحن الواحد فينا مهما كان محدود الإمكانات ضعيفا، فإنه يمكن أن يقوم بواجب النصيحة والتحذير كما فعلت تلك النملة، والشعور بالمسؤولية وحمل هم الآخرين. ونجد أيضا حسن الظن وعدم تحميل النيات ما لا تحتمل. إن هذه النملة دافعت عن سليمان عليه السلام وعن جنوده أيضا، لم تكتفي بالدفاع عن سليمان عليه السلام، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، مع أن هؤلاء الجنود كثيرون جدا. فكيف إذا كان البعض يفسر النيات تفسيرات سيئة وخاطئة ويقال له ردا: هل شققت عن قلبه؟ لو جئت وتتهمت فلانا بأشياء ما عندك عليها أدلة، فيقال: هل شققت عن قلبه؟ هل قيل لهذه النملة: أنت تريدين الشهرة، أو أن النمل ما استجاب لها وأعرض عنها؟ لا. إذن ينبغي أخذ التحذير على محمل الجد.
وما المانع نحن البشر أن نستفيد من الحيوانات الصغيرة الضعيفة؟ ما المانع إذا رأينا في ذلك فوائد في حكمة؟ هذا النمل من أهدى الحيوانات، هداه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعد عليها الطريق، فإذا ظفرت بالشيء حملته وساقته في طريق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط ووعورة تخزن ذلك القوت للأيام القادمة، وتشقه نصفين تفلقه فلقتين لئلا ينبت، وإذا كان ينبت مع فلقه شقته أربعا، فإذا أصابه بلل وخافت عليه من الفساد أخرجته ونشرته في الخارج لكي يجف. فانظر إلى حسن تدبيرها وعملها. وانتظر بعضهم نملا قد سكب الماء في جحره فأخرج الطعام ونشره حتى إذا جف أعاده، ولا تتغذى منها نملة على ما جمعه غيرها. يعني ما عند النمل تواكل، ما عند كسل، ما عند النمل أن واحد يعيش كسلان على حساب الآخرين. كل النمل يشتغل، كل الجماعة تشتغل، كل الأمة تشتغل. أما نحن البشر تجد فينا تكاسلا وتقاعسا، واحد شاب طول وعرض وعضلات يعيش على راتب أخته المدرسة الموظفة الأنثى الضعيفة، وهو آخر الشهر شغلته يأخذها مرتب أو أكثر أو جزءا منه ليطوف بالسيارات في الشوارع مطاعم وعلى أصحابه وهكذا. هذا غير موجود عند النمل. أفلا تعلمنا النشاط والحركة من النمل؟ ثم لننظر كيف هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذا النمل يعرف ربه. والنبي سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام، والنمل يكره الكذب جدا. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ولقد حدثني من أثق به أن نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تطق، فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها. يقول الذي شهد القصة: فرفعت ذلك من الأرض قبل أن يصل النمل النجدة، فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا وتركوها، فوضعته مرة أخرى والنملة موجودة الأولى، فعادت تحاول حمله فلم تقدر، فذهبت وجاءت بهم فرفعته قبل أن يصلوا، فطافت فلم تجده فانصرفوا. قال: فعلت ذلك مرارا، فلما كان في المرة الأخيرة استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها وقطعوها عضوا عضوا. قال شيخنا ابن القيم يقول: قال شيخنا عن ابن تيمية، وقد حكيت له هذه الحكاية، قال: هذا النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب. والنمل في غاية الحرص يدخر غذاءه وقيل إن نملة قد وضعت مع 3 حبات من الحنطة في قارورة وسد فم القارورة وتركت، فبقيت هذه المدة
تعيش على هذا القوت. وليس للنمل قائد ورئيس يدبره كما يكون للنحل، إنما له رائد يطلب الرزق، فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات. وكل نملة تجتهد في صلاح العموم، لا تختلس لنفسها شيئا من الحب دون الآخرين. ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترس من الذر، يعني من النمل، لا يسقط في عسل أو نحوه، فإنه يحفر حفيرة في الأرض ويجعل حولها ماء، أو يتخذ إناء كبيرا ويملأه ماء ثم يضع فيه إناء العسل حتى لا يصل النمل إليه. فمرة جاء شخص بإناء عسل، وجاء بطشت كبير وضع فيه الماء، وضع إناء العسل في الوسط حتى لا يصل إليه النمل. ثم جاء دخل الغرفة فوجد النمل على العسل، فنظر فإذا النمل لما رأى العسل فكر، فصعد الحائط وتسلقه ثم مشى على السقف، فلما حاذ الإناء سقط عليه. فهذا تدبير النمل للحصول على القوت وطلب الرزق واتخاذ الحيلة للوصول إلى المطلوب. أما بعض البشر ما عنده الاستعداد أن يتحرك خطوتين، ولو يعني شوف بعض سبحان الله في بعض البلدان عجب يعني من التكاسل والتخاذل، عندهم مزارع مانجا طبيعية ما يحتاج لها شيء أنك تأخذها وتعمل منها عصير أو تعمل منها معلبات، أو ومع ذلك يسألون الزكاة. طيب عندكم هذه الغابات ما في حركة، قالوا نحن عيب نشتغل في القطف، نحن من السادة ما شاء الله، أنتم من السادة والأشراف تمدون أيديكم. بل إن بعضهم عندهم أراضي خصبة جدا، لكن لا يفكرون في مد ماء إليه، استنظيم السقيا، الزراعة، حراثة، ما يعيشون على الصدقات وعلى يعني في الفقر. بل إن بعضهم عنده مزارع على شواطئ بعض الأنهار، لا يسقونها من النهر، ينتظرون مطر من السماء، مع أن النهر بجانبهم، ومع أن مضخة لو اشتريت مضخة سحب الماء من النهر إلى الأراضي سقاها، وطلع أنها إذا سقيت بالمضخة سعر المضخة أقل من الزكاة التي ستتوفر، لأن الآن الزرع إذا سقي بماء المطر ماء السماء كم فيه؟ العشر. وإذا سقي بالنواضح والسواقي والجهد نصف العشر. طيب الحين في فرق بين العشر ونصف العشر، يعني في فرق بين 10% و5%. هؤلاء الجماعة الذين عندهم مزارع مجاورة للنهر ينتظرون المطر من السماء. طيب إذا جاء المطر من السماء كم سيخرج منها؟ 10%. لو اشترى مضخة واستخرج الماء نقله
إلى الزرع سيدفع الزكاة كم؟ 5%. سعر المضخة أقل من 5%، مع ذلك ما لا يشتري مضخة، يعني العمل بسيط لكن لا يريدون العمل. في كسل عجيب، في كسل عجيب. قال واحد تثاءب، قال الثاني فرصة فتحت فمك نديل فلان. طيب أنت يعني قال ابن القيم رحمه الله: وأحمى صانع مرة طوقا بالنار ورماه على الأرض ليبرد. أحمى طوقا بالنار ورماه على الأرض ليبرد، واتفق أن أسفل الطوق نمل، فصار الآن النمل محصور داخل الطوق المحمى، فتوجه في الجهات ليخرج، فالوهج الحرارة، فلزم المركز ووسط الطوق وكان فيه حتى برد، فبقي النمل في أبعد نقطة عن الحرارة. فتأمل كيف يفعل هذا، ثم يتكاسل المتكاسلون من البشر. ولذلك الإنسان يسأل الله حسن التدبير، لأنه إذا لم يرزق تدبيرا فسيعيش عيشة نكدة، هو وأولاده وزوجته، إذا ما رزق الإنسان تدبيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ورثة العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه هو السميع العليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.